متواصلون معكم وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. سيادة النائب أرحب بك. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة النائب بالحديث عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، كيف قرأت نسبة المشاركة وهي الأعلى والتي تخطت 66%؟ يعني برى ان دي طبعا حاجه يعني كلنا كمصريين سعداء جدا جدا، وكنا دايما بنراهن ان احنا يعني في 2014 وكان بعد ثوره كان نسبه المشاركه 48%، نعم، في 2018 بقت 41%، وطبعا طبقا حتى المقاييس العالميه الانتخابات الرئاسيه ما بتتجاوزش دايما ال 50%، نعم، على مستوى كل كبرى العالم وكبرى دول العالم. النهارده كنا يعني بنقول احنا نتمنى ان احنا يبقى في عرس ديمقراطي، وكنا في كل لقاءاتنا ومؤتمراتنا وندواتنا بننادي وبندعو للمواطنين وبنقول له انزل شارك مصر الاهم، كنا مبادره اطلقناها في الاتحاد العام جمعيات اهليه، وان صوتك مهم كمواطن. ولكن فعلا الشعب المصري اثبت بما يجعل الشك ان هو شعب قادر على انه يعني يقبل التحدي، وان بيرسل رساله للعالم كله ان تخرج هذه هذا الكم الكبير جدا والغير مسبوق. طبعا ده شيء يمكن كان له رد فعل بالنسبه لنا جميعا، ان احنا النهارده لما بنتكلم على نسبه 66.8%، 44,777,686، لا ده طبعا رقم كبير جدا جدا، وديت كمان يعني مش كمان العدد بس، ان بنقول كان في بعض يعني الامور كنا دايما بنقول كان عزوف من بعض الفئات الشباب في بعض الانتخابات الرئاسيه او البرلمانيه، ولكن النهارده لما الاقي كل اطياف المجتمع المصري موجوده، المراه تتقدم، الشباب، كبار السن، الرجال، ذوي الاحتياجات الخاصه، كل اطياف المجتمع المصري، كل محافظات مصر شاركت، والنسب قد تكون متقاربه جدا بين كل المحافظات فيما بينها. ده كل ده يعني شيء جميل جدا وشيء يمكن بيدعونا كلنا للفخر، واحنا سعداء جدا كمصريين، وديت يعني احنا بندي رساله لكل العالم ان شعب مصر بيلتف حوالين قيادته، نعم، وان شعب المصري شعب يعني استطاع ان هو بيدي. انا بقول انا كنت دايما بقول واحنا في الحملات التوعويه يعني ان في حاجه اسمها رد جميل، وان يعني هذا الرجل اللي حقق تلك الانجازات الكبيره والغير مسبوقه في خلال 9 سنوات او 10 ما يقترب من 10 سنوات، انجازات لم تتحقق في قرون، وهذا يمكن حكايه وطن اللي احنا كلنا شاهدناها، والانجازات التي تحققت كان لابد ان يكون رد فعل. يعني حضرتك هل كنت تتصور ان يعني مبادره حياه كريمه اللي استفاد منها حتى الان 1600 قريه، المبادره ديت اللي هيستفيد منها 58 مليون مواطن، فطبعا كان من يعني من الاهميه بمكان ان كل المواطنين بيطلعوا يقولوا لا نعم للرئيس اللي يعني دي مبادره القرن. اما اقول النهارده المشروع التنموي الكبير، اما اقول النهارده ان هذا الرجل استطاع ان يعيد الامن والامان للدوله المصريه ويحافظ على قوام الدوله المصريه كل وفيه هذه الامواج العاتيه اللي اجتاحت المنطقه كلها. احنا مصر الدوله الوحيده الحمد لله في المنطقه العربيه اللي لا زالت دوله ودوله مؤسسات، كل ديت يعني مؤشرات، نعم، انتخابات تجرى تحت اشراف قضائي كامل، الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي قامت بدورها، شرطتنا الباسله اللي اشرفت على العمليه الانتخابيه، التنافسيه الحزبيه اللي قد تكون غير مسبوقه، 3 مرشحين من احزاب رؤساء احزاب ومرشح مستقل يعني بياخد دعمه من الشعب كله، كل ديت لا دي علامات جميله جيده جدا، وهي رساله للعالم كله لا مصري دوله مؤسسات ودوله مصر شعب عندها واعي جدا. نسبه الاصوات الباطله اللي هي الحمد لله حوالي 1%، دي نسبه طبعا قليله جدا اذا ما قرنت بال يعني النسب الاخرى، كل دي مؤشرات جيده وكل دي رسائل للعالم كله، وان شاء الله دي مقدمه لحياه سياسيه كبيره وحزبيه قويه. يعني انا بقول النهارده فعلا احنا بنهني انفسنا وبنهني كل المصريين، وبنشكر مره ومرات الشعب المصري اللي خرج منذ الساعة 3 عصرا بعد اعلان النتيجة في كل ربوع الوطن انه بيهني مصر وبيهني الرئيس وبيقول له نعم احنا محتاجينك تكمل، يعني تكمل المشوار اللي انت بدأته، كفاية انك انت قعدت الامن والامان، كفاية ان هذا المشروع التنموي
الكبير اللي هو بدأ، فاحنا بنستكمله سويا. اما نقول تنميه الدوله المصريه، تنميه ورفع يعني رفع قدرات المصريين كلهم وتاهيلهم، كل دي طبعا انجازات تحققت. ما نقدرش ننسى الانجازات اللي تحققت للمراه المصريه وللشباب ولذوي الاعاقه وكل اطياف المجتمع المصري. طبعا ان شاء الله احنا كلنا مكملين مع الرئيس، وان شاء الله دي يعني نجاح كبير جدا لينا كلنا، واحنا كلنا سعداء. ودي رساله لكل دول العالم، مصر دوله مستقره، مصر دولة مؤسسات، مصر دولة شعبها حول رئيسها يعني مقتنعين به، مؤيدين وداعمينه. وإن شاء الله يعني تحيا مصر، تحيا مصر بشعبها وبجيشها القوي وبشرطتها الباسلة وبرئيسها اللي النهاردة حاز يعني برضا وحب كل المصريين. سيادة النائب، نتحدث عن عدم وجود تجاوزات، عدم وجود خروقات أمنية، أصوات باطلة ضئيلة للغاية ظهرت في نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية. إلى أي مدى يعكس ذلك ارتفاع الوعي لدى الشعب المصري؟ كيف تشكل هذا الوعي على مدار السنوات القليلة الفائتة، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم أن وعي المواطن المصري هو الأساس لكل شيء، لمجابهة التحديات المختلفة، لمعرفة ما يجابه مصر أيضا من أخطار تحيط بها سواء في الجانب الأمني أو أيضا في الجانب الاقتصادي. هذا الوعي كيف ساهمت المؤسسات في رفعه على مدار السنوات الماضية لنرى هذا المشهد في نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ يعني عايز أقول لحضرتك طبعا أول أمر لما فخامة الرئيس أعلن ترشحه، يمكن كنت أنا موجود في حياة وطن وأعلن ترشحه، طلب قال أنا عايز المصريين ينزلوا ويدوا لاي حد، مش يعني مش لازم يدوني. ودي كانت رساله ان الرجل يعني رئيس الدوله يطلب من المواطنين، وفعلا الناس كلها استجابت. ايضا وجود رؤساء احزاب سياسيه لاول مره، ودي طبعا بتدي البرامج والتنافسيه. وطبعا كان هناك لم توجد اي نوع من انواع الخروج، حتى يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات لم تتلقى اي طعون في العمليه الانتخابيه، ودي بتاكد ان الانتخابيه تمت في منتهى النزاهه والشفافيه. ايضا اجهزه الاعلام اللي كانت حياديه كامله، ايضا اجهزه الدوله وسواء الوزارات المختلفه، الحكومه كلها كانت في حياد كامل للعمليه الانتخابيه. كل دي كانت مؤشرات لانتخابات غير مسبوقه. برضو الاصوات الباطله اللي هي نسبتها قليله جدا، كل دي مؤشرات بنعلن عنها ان الانتخابات فعلا انتخابات غير مسبوقه. والنهارده طبعا ده كل العالم بينظر لها. ايضا بنؤكد ان دي هتدي يعني دفعه قويه. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، واحده من ضمن المكاسب الكبيره وسبب من ضمن اسباب هذا الاقبال الشعب الكبير في الحوار الوطني اللي انا باشرف ان انا عضو مجلس امنائه، الحوار الوطني ده فتح المجال للجميع. الحوار الوطني اللي استقبل كل اطياف المجتمع المصري وكل الاحزاب السياسيه، وكان في ثلاث طبعا محاور، محور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، نعم. وطلعت حزمه من التوصيات دي كلها شجعت الاحزاب ان هي كانت دايما بتشتكي ان ما حدش بيستمع لها. لا، انت قاعده النهارده على الترابيزه، قاعده على الطاوله، بتقولي رايك، بتقولي فكرك، بتقولي استراتيجيتك. ايضا في ظهور جيد جدا وانا بنحاز اليه، المجتمع المدني، وانا باشرف ان انا رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه وعضو التحالف الوطني العام للهيئات التنموي. الكيان الجديد ده اللي هو كان ليه دور، كان زمان حتى تاريخيه، ان كان نوع من انواع ان المجتمع المدني والجمعيات الاهليه لم تكن موجوده في المشهد الانتخابي، ولكن احنا مشينا بصحيح القانون وقلنا للجمعيات الاهليه لها دور والتحالف الوطني له دور، وهو ان يدعو المواطنين للمشاركه. فجمعيات اهليه اللي انا انحاز لاحد من المرشحين، ولكن كنا بنقول للمواطنين انزل شارك، مصر الاهم، انزل شارك، صوتك مهم. ودي كانت مبادره احنا اطلقناها كاتحاد عام للجمعيات الاهليه اللي هو عضو التحالف الوطني، والكيان ده فعلا كان كيان قوي. كل دي كلها عوامل. ايضا ما حدث في غزه من يعني من هذا الاعتداء الاسرائيلي الغاشم على فلسطين الحبيبه، وخلت المواطنين كلهم مصريين يستشعروا بالخطر، وان هم لازم يقفوا ورا قيادتهم
وخاصة الإدارة الحكيمة. يعني ما العبء إذن الذي سيقع على عائق الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات في المرحلة المقبلة في ظل استمرار التحديات وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على أن مصر ماضية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة وفقا بالتأكيد للدستور والقانون وبتكاتف شعبها مع قيادتها؟ طبعا احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا كجمعيات ومؤسسات اهليه. احنا عددنا يعني يتجاوز ال 40,000 جمعيه ومؤسسه اهليه. احنا عندنا كيان ولد عملاقا وهو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بيضم 34 جمعيه ومؤسسه اهليه مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. التحالف الوطني اللي صدر ليه قانون رقم 171 لسنه 2023 وهو كيان غير هادف للربح ويتمتع بالاستقلال الفني والاداري ويحظى برعاية وعناية فخامة رئيس الجمهورية. هذا الكيان إن شاء الله هتشوف في المرحلة القادمة خطط وبرامج تنموية غير مسبوقة. المجتمع الأهلي هو شريك في مثلث التنمية وقادر على إن هو يقود حركة التنمية. طبعا المجتمع الأهلي في مصر يحظى بعناية ودعم من فخامة الرئيس، وده كان واحد من قواته اللي خدها وقوته أما صدر القانون 70 سنة 2017، وكان هناك اعتراض من عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الاهليه على بعض مواده. تدخل الرئيس في امر غير مسبوق واوقف العمل بالقانون 70 سنة 2017، واصدر توجيهاته للحكومه لفتح حوار مجتمعي لاصدار قانون جديد. نعم. يعني دعم العمل الاهلي، وصدر القانون 149 سنة 2019. اما الرئيس اعلن في 2022 عام منظمات المجتمع المدني. فالرئيس داعم لانه مقتنع جدا بالدور اللي بيقوم بالمجتمع المدني. المجتمع الاهلي هيكون شريك في كل البرامج. المجتمع الاهلي التحالف الوطني استطاع في خلال 10 اشهر ان ينفق 14 مليار على 30 مليون مواطن من المواطنين الاكثر احتياجا، 25 مليون مواطن مواد غذائيه، 5 مليون مواطن خدمات صحيه، مبادره ازرع 100,000 فلاح مصري من صغار الفلاحين، زرعوا 150,000 فدان قمح وفول صويا. والسنه دي ان شاء الله هيبقى نص مليون فلاح هيزرعوا مليون فدان من القمح كسلعه استراتيجيه. لا، المجتمع الاهلي بطمن حضرتك. نعم. المجتمع الاهلي قادم وبقوه، وهيكون في مثلث التنميه مع الحكومه قطاع خاص، وطبعا هناك بروتوكولات التعاون والتعاون الكبير جدا بين الجمعيات والاهليه والحكومه والقطاع الخاص. وكل ده انا يعني بقول فعلا هو توجه الرئيس ودعم القياده السياسيه كانت لها سبب، واحنا كلنا في جمعيات اهليه لما نزلنا وقلنا للمواطنين انزلوا شاركوا، احنا يعني مقتنعين جدا بان التفافنا حوالين قائدنا وحوالين رئيسنا هو ده الامانه الوحيده والامانه القويه لاستمرار مسيره التنميه واستمرار الامن والامان للدوله بتنعم بيها. وده احنا طبعا يعني سعداء جدا بده، وبنقول ان شاء الله الرساله وصلت للعالم كله. بقول هذه النسبه الغير مسبوقه في كل الانتخابات منذ ان بدات من سنه 52، فطبعا دي حاجه يعني حقيقه ريحتنا جميعا وكلنا النهارده، واصبحت تحملنا مسؤوليه اكبر. نعم. يعني القائد بدا يتحمل مسؤوليه كبيره وكل مؤسسات الدوله، لان الثقه الكبيره ديت اكيد هتحتاج مننا مجهود اكبر وعمل اكبر، وبلدنا تستاهل اكثر من كده بكثير. مصر فعلا دوله كبيره، دوله عظيمه، دوله لها مواقف. الرئيس مهما أدينا له، مهما عملنا، مهما وقفنا، احنا مش هنقدر نديله حقه، لان هذا الرجل اعطى لمصر ما لم يعطى قبل. ما تحدث في 10 سنين لم يحدث في قرون. النهارده اما بتكلم على ان النهارده احنا يعني مصر كلنا كنا عايشين على 7% من المساحه، النهارده في خلال دي من ايام محمد علي، النهارده اما المساحه دي 13.8 يعني تضاعفت في خلال 9 سنوات. طبعا ده امر غير مسبوق. اما يحصل رصف 17,000 كيلو متر ده غير مسبوق. اما النهارده يتعمل 22 مدينه ذكيه جديده هو امر غير مسبوق. اما نتكلم عن كل هذه المسيرات التنمويه، اما اصلاح 100 مليون و500,000 فدان امر غير مسبوق. كل دي انجازات. فكان فعلا الشعب المصري لماح، الشعب المصري بيستوعب، الشعب المصري بيقدر يفرز المسائل، وكان هو رد جميل
انه هي بالتاكيد انجازات ومشروعات قوميه ينتظر المصريون جميعا ان تكتمل وان تكون هناك مشروعات جديده والاستمرار في المبادرات المختلفه، يعني حياه كريمه وغيرها من المبادرات الهامه التي كانت قد اعلنت عنها الدوله المصريه على مدار السنوات الفائته. لكن سياده النائب، المرحله المقبله بالتاكيد مليئه بالتحديات المختلفه، يعني كيف ستجاب مصر هذه التحديات في ضوء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة على المستوى الدولي والأخطار على المستوى الأمني التي تحدق بالشعب المصري، وكيف يمكن طرح ذلك من خلال الاجتماعات المختلفة للحوار الوطني والمجتمعي باعتبار الأمن القومي من الركائز الأساسية بالتأكيد للدولة المصرية؟ طبعا يعني حضرتك لما بتتكلم على الأمن القومي المصري يمكن كثير من الأصوات كانت دايما بتنطلق، اما كان الرئيس كان حريصا على ان يكون هناك جيش قوي، جيش يدعم بكل اسلحه من كافه دول العالم، وكان له رؤيه بعيده ورؤيه صاخبه. النهارده الحمد لله الجيش المصري هو يمثل رقم 9 على مستوى جيوش العالم، ولولا هذا الجيش القوي لكانت اراضي مصر مستباحه بالنسبه لاعداء مصر. فايضا النهارده ان القرار المصري قرار دايما حكيم قوي نابع من رؤيه. القرار المصري دائما لا يعني تتاثر فيه العواطف، فكل دي كان طبعا ضمانات موقف الدوله المصريه والرئيس المصري من ما حدث في فلسطين، موقف واضح لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه، كل دي مواقف وطنيه. احنا طبعا عندنا ثقه كامله والشعب المصري كله، واحنا كبرلمان وكمجلس شيوخ فوضنا الرئيس في اتخاذ كافة القرارات والقرارات لأنها قرارات دائما مدروسة وحكيمة. أيضا النهارده المشروع التنموي وهو مشروع العصر ده بيضمن لنا استدامة التنمية ويضمن إن احنا النهارده طبعا زيادة إنتاجنا وزيادة مواردنا، كل دي هتؤدي إلى إن شاء الله استمرار المسيرة اللي بدأت. ويمكن كل المؤشرات الاقتصادية في يوم 2014 كانت بتأتي بعض التصريحات من بعض الاقتصاديين على مستوى العالم ان الاقتصاد المصري كان بيتقال دايما كلمه فاشل. النهارده في اخر في 2023 بيتقال ان خلال السنوات القادمه مصر هتبقى من اول اقتصاديات العالم. كل ده لم ياتي من فراغ، جاء نتيجه قرارات حكيمه وقرارات ايضا جريئه، وايضا ان الشعب المصري اللي دايما الرئيس كان بيران عليه بيقول دايما الشعب المصري صبر على التحديات ويصبر على التحديات ودايما قادر على انه يواجه كل التحديات. طبعا دي كل دي بتدي قوه، رئيس قائد حكيم وشعب يعني فاهم وشعب قادر وشعب صابر وشعب النهارده بيعشق تراب بلده. نعم. كان المواطنين البسطاء، المواطنين البسطاء كان يجي يقول لك مش مهم عندي اي حاجه كفايه ان احنا عايشين في امن وامان. الرساله دي احنا كنا بنسمعها من كل الناس، الناس البسطاء اللي راحوا كلهم وردوا اصواتهم رغم ظروفهم الاقتصاديه قد تكون صعبه الى حد ما، ولكن كانوا حريصين ان هم يقفوا لان ده واجب وطني وحق دستوري مرسوه. وانا كنت بسعد جدا لما الاقي واحد مواطنين، وانا كنت بلف على اللجان الانتخابيه والاقي مواطن عنده 90 سنه ورايح يدي صوته، الاقي ذوي الاعاقه ورايحين يدي صوتهم. كنت فعلا بحس المواطنين البسطاء اللي ما حدش اجبرهم على ده، حبهم بس لبلدهم وعشقهم لبلدهم وحبهم لرئيسهم، وان هم بيقولوا رساله للرئيس خليك معانا واحنا عايزينك معانا تكمل المسيره دي، حقيقي كلها امور بطمن حضرتك. لا، الشعب المصري قادر على التحديات. نعم. والراهن على ده، والشعب المصري يمكن في ثلاث مواقف ما نقدرش ننساهم، كان موقف كله خلف جيشه في معركه 73 ولم يتم يعني تحرير محضر وقع واحدة في أي أقسام الشرطة. الشعب اللي خرج 30/6 33 مليون مواطن عشان يقولوا لا للفاشية ولا للإخوان ونعم لاستقرار الدولة. الشعب المصري اللي خرج يوم 10/11/12 اللي هو عدده تجاوز ال 44 مليون اللي قالوا نعم لاستقرار الدعوة. نعم لاستقرار الدعوة. نعم. أنا كنت أعتبر هذا كان نوع كان يعتبر في صندوقين موجودين في المقر الانتخابي، صندوق استفتى على بقاء الدوله واستمرار الدوله وتنميه الدوله وامن المنطقه وامن مصر كامل،
ويمكن الصندوق الثاني على العمليه الانتخابيه. بالتاكيد الجميع يتفق. نعم بالتأكيد سيادة النائب، الجميع يتفق على هدف واحد وهو رفعة وتقدم مصر في ظل قيادة سياسية حكيمة تحقق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري. في النهاية أشكرك النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.